بعد. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية الاستنفار العام في صفوف الشرطة بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين فجر اليوم من سجن جلبوع القريب من منطقة بيسان. ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن تقديرات للشرطة أن أسيرين من الستة الفارين توجه إلى الأردن، في حين توجه الأربعة الباقون إلى جنين. وقالت الهيئة إن الشرطة تنظر في احتمال ضلوع سجانين في عملية فرار الأسرى. من هذا المكان تحديدا نجح 6 أسرى فلسطينيين بالهروب من داخل سجن جلبوع الذي يعتبر السجن الأشد تحصينا في إسرائيل من هذا النفق الذي تجاوز هذه الجدران السميكة للسجن، واستطاعوا الذهاب والخروج من هذا السجن بعد ساعات منتصف الليل. حتى الآن لم تصل الشرطة الإسرائيلية إلى الأسرى، وحتى الآن جميع الاحتمالات مفتوحة، يشيرون إلى أنهم إما ذهبوا باتجاه الأردن أو ذهبوا باتجاه الجنوب تحديدا في منطقة محافظة جنين، ولكن لا معلومات إسرائيلية إن كان الأسرى الستة استطاعوا ونجحوا تجاوز هذه المنطقة والذهاب من المناطق الإسرائيلية مناطق السلطة أو إلى الأردن. الآن تجري جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أعمال بحث عن الأسرى، إن كان جهات الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل مكثف في محيط منطقة السجن وفي المناطق المحيطة، أيضا الجيش الإسرائيلي ينتشر بشكل كثيف تحديدا في منطقة جنين وفي مناطق الحدودية مع الأردن، وأيضا جهاز الأمن العام الشباك دخل على الخط ويقوم بإجراء أعمال بحث حثيثة عن الأسرى الذين نجحوا بتجاوز كل هذه الإجراءات الأمنية والخروج من هذا السجن. أحمد جردات، العربي، قرب سجن جلبوع. تعتمد سياسات إسرائيل في تكريس الأمر الواقع ومنع أي نضال فلسطيني على أساليب مختلفة، أهمها التوسع في عمليات الاعتقال وإصدار الأحكام المشددة. نحو 4750 أسيرا فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية. من بين هؤلاء الأسرى في سجون إسرائيل نحو 200 طفل، كما تقبع داخل زنازين السجون الإسرائيلية 42 أسيرة فلسطينية. بين الأسرى الفلسطينيين من هم محكومون مدى الحياة، ويبلغ عددهم 544 أسيرا، بينما يبلغ عدد المحكوم عليهم بأكثر من 20 عاما نحو 500 أسير. يتوزع الأسرى على سجون أبرزها سجن جلبوع الذي شهد فرار 6 أسرى فلسطينيين، افتتح عام 2004 بالقرب من سجن شطة في مدينة بيسان، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، ويحتجز الاحتلال فيه أسرى فلسطينيين يتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات داخل أراضي عام 1948. أما سجن هداريم فيقع غرب مدينة طول كرم، وأسس على طريقة السجون الأمريكية، يتكون من 8 أقسام ويتسع لنحو 600 أسير. وليس بعيدا عن سجن هداريم يقع سجن هاشارون الذي أنشئ في 70ات القرن الماضي وخصص مؤخرا للأسيرات. وغربية مدينة رام الله في الضفة الغربية يقع سجن عوفر الذي أنشأه الانتداب البريطاني على أراضي قرية بيتونيا، ويحتوي السجن على محكمة عسكرية ومركز توقيف. سجن عسقلان أنشئ في عهد الانتداب البريطاني وبدأ استعماله كسجن للأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1970، شهد الشهر الماضي احتجاجا على عمليات التنكيل بحق الأسرى، لا سيما مع تصاعد أعداد الحالات المرضية بين صفوف الأسرى ومواصلة إدارة السجن سياسة الإهمال الطبي بحقهم. في صحراء اللقب يقع سجن نفحة المحاط بتحصينات أمنية شديدة للغاية، ويعد من أقصى السجون الإسرائيلية تستعمله إسرائيل لعزل القيادات الفلسطينية عن بقية الأسرى.
من بين الأسرى 2000 أسير ينتمي لحركة فتح، والبقية ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي. أحدهم حاول الهروب بذات الطريقة سابقا. إليكم عرضا تعريفيا بالأسرى الذين تمكنوا من الفرار. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه فورا إلى سجن جلبوع والكشف عن مصير أكثر من 400 أسير نقلوا إلى أماكن مجهولة عقب فرار الأسرى الستة. وأعربت الهيئة عن قلقها من محاولة السلطات الإسرائيلية الانتقام من أسرى سجن جلبوع بنقلهم إلى سجون أخرى وحملتها مسؤولية التعرض لحياة الأسرى الفارين، وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى انفجار حقيقي داخل السجون وخارجها. من جنين أرحب بمراسلنا عميد شحادي، ومن أمام سجن جلبوع غرب مدينة بيسان أرحب بمراسلنا أحمد جرادات. وأبدأ معك أحمد، الآن كيف هو الوضع في محيط سجن جلبوع، وماذا عن الهالة التي رسمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لنفسها، خاصة مصلحة السجون؟ ما الذي يجري الآن؟ نعم، يعني بداية هناك حالة صدمة حتى وإن لم تعترف بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هناك حالة صدمة لدى الأجهزة الأمنية، لدى جهاز المخابرات، لدى مصلحة السجون عما جرى، عن كيف تمت عملية الحفر والخروج والفرار وكل هذا الوقت. يعني الآن قرابة أكثر من 15 ساعة منذ الإعلان الأول عن فرار ستة أسرى، الإعلان الرسمي، ولكن مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية كانت تعلم قبل ذلك بحوالي ساعتين، ولكن حتى الآن لم تستطع الوصول إلى أي من الأسرى الذين نجحوا بتجاوز هذه الجدران السميكة. أيضا الحال على حاله، أكثر من 200 حاجز شرطي تم نصبهم في عدة مناطق، تم التركيز في محيط المنطقة الشمالية وفي محيط بيسان والعفولة، وأيضا في منطقة وادي عارة نصبت عشرات الحواجز العسكرية والشرطية وقامت بتفتيش السيارات، ولكن دون جدوى. هنا الحفرة ما زالت مفتوحة، ولكن أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية على إخلاء كامل قسم 2 من سجن جلبوع المكون من 90 أسيرا، بحسب ما أعلن عنه ذلك، بحسب ما أعلن عنه نادي الأسير قبل قليل، فقط 90 أسيرا على الأقل تم نقلهم من هذا السجن باتجاه السجون الأخرى. كان بالبداية الاعتقاد بأن إسرائيل أقدمت على إخلاء كافة السجن وكافة السجناء والأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع البالغ عددهم حوالي 360 أسيرا، ولكن قبل قليل نادي الأسير قال بأنه فقط من تم إخلائهم
قرابة 90 أسيرا، وهناك عدد من الأسرى لا تعلم إلى أي جهة قاموا بإخلائهم ولا أي سجون تم نقلهم. من الناحية الميدانية كما قلت هناك حالة من البحث، التفتيش المستمر على الرغم من دخول عطلة ما تسمى بعيد رأس السنة العبرية قبل حوالي ساعة ونصف، وهذا العيد سيستمر إلى 3 أيام، ولكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي والشباك يقومون بالعمليات بحث. ذكر في بعض المواقع الإعلام الإسرائيلية قبل قليل عن عثور الشرطة على جهاز محمول، هاتف محمول، ربما هناك اعتقاد بأنه لأحد الأسرى الذين استطاعوا تجاوز هذا السجن والفرار من هذا السجن، ولكن حتى الآن من غير المؤكد إن كان هذا يتبع ويعود لأحد الأسرى. الشرطة الإسرائيلية تفحص ذلك، تحاول البحث عن الهواتف وعن المكالمات الصادرة والواردة لهذا الجهاز، لأن الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه بالتأكيد هناك من ساعد الأسرى بالخروج وتجاوز هذه الجدران، ومن ثم ربما هناك سيارة قامت بنقلهم إلى أماكن عدة، ولكن اعتقاد آخر أنهم تقسموا على الأقل إلى 3 مجموعات، مجموعة وكل مجموعة صارت على حدة، إما أن ذهبت إلى جنين أو ذهبت إلى الحدود الأردنية. ولكن معلومة أن الوصول إلى هاتف على مقربة من مدينة بيسان، أي نتحدث أن الأسير إن صح هذا الهاتف أنه لأحد الأسرى أنه اقترب كثيرا من الحدود مع الأردن، وعملية الكشف التي كانت بعد العصر أن هناك كان وقت ومتسع من الوقت للأسير ربما لتجاوز الحدود، ولكن لا معلومات حتى الآن. إسرائيليا عمليات نقاش واسعة كانت منذ صباح اليوم، حلقات نقاش كانت مثلا ثنائية بدأت بين وزير الأمن الداخلي، بين وزير الأمن الإسرائيلي، أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت دخل على الخط واجتمع مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومع وزيري الأمن والأمن الداخلي وجهاز الشباك، وكل الحديث بالناحية الإعلامية هو حديث وعيد بأنهم سيصلون إلى الأسرى، بأنهم سيقومون باعتقالهم، ولكن هناك العديد من المحللين يقولون بمجرد استطاعة هؤلاء الأسرى تجاوز هذه المنظومة الأمنية الحساسة والقوية وسجن جلبوع الذي تباهي به إسرائيل أمام العالم بأنه السجن الأكثر إحكاما وسيطرة وتصفه بالخزانة، أي أن مكان محكم من ناحية أمنية، استطاعوا يعني الخروج من على مقربة من هذا البرج العسكري وهو برج حراسة، ومن ثم أكملوا وكما نشاهد الضوء يعني هم غادروا هذا المكان واستطاعوا الخروج من سجن جلبوع عند ساعات الفجر الأولى بعد منتصف الليل، ولكن كما نشاهد أضواء لدى في هذه المنطقة كان يمكن أن يقوم الحراس برؤيتهم. تحديدا نتحدث عن 3 أبراج حراسة تتواجد على طول قرابة 80 مترا بعرض هذا السجن، ولكن استطاعوا ونجحوا تجاوز كل هذه المعيقات. أيضا من ناحية أخرى الحديث إسرائيليا عنه لم تكن هناك عملية حفر كاملة لنفق كامل، أي أنهم قاموا بإزاحة بعض الأتربة من منطقة وبلاطة قرب المرحاض، استطاعوا الوصول إلى الأساس للسجن، وفي تلك المنطقة حسب ما قالت المفوضة لمصلحة السجون الإسرائيلية أنها عبارة عن ممرات داخل بين الأساس وأساس هذا السجن، وذلك ما سهل عليهم، وبعد ذلك وصلوا على مقربة من الجدار وقاموا. إذن هي ليست عملية حفر نفق عدة أشهر حتى نجحوا بالخروج. هي عملية حفر نفق، ولكن لم يكن هناك حفر كامل، أي أنه حفر في البداية في داخل الغرفة، من ثم كان هناك ممر بالأساس لهذا السجن، ومن ثم قاموا بحفر من أجل الخروج من أسفل الأرض حتى خارجها إلى خارج هذا السجن، أي أنه كان في مراحل هناك عمليات حفر. ولكن الأسئلة التي تطرح أين كانت الأجهزة ومصلحة السجون تحديدا طيلة هذه الوقت وطيلة أيام الحفر. أيضا هناك يعني صحيح بأن إسرائيل والشرطة الإسرائيلية نجحت في استصدار أمر منع نشر لأي معلومات إضافية، ولكن في قبل هذا أمر منع النشر ذكر موقع والله الإسرائيلي أن زكريا زبيدي القائد في جهاز والقائد في كتائب شهداء الأقصى كان قد طلب فقط قبل 24 ساعة نقله إلى غرفة الأسرى من الجهاد الإسلامي الذين فروا معه فجر هذا اليوم. نعم. وهناك إشارات بأن مثل هذا عادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتم تقسيم الأسرى حسب التنظيم، فمثلا أسرى فتح يجلسون مع بعض في نفس الغرفة نفس الأقسام، أسرى حماس كذلك وأسرى الجهاد، ولكن التساؤل حاليا لماذا لم يضئ هذا الطلب
أي عملية استفسار لدى مصلحة السجون أو لم يشر إلى أن هناك إمكانية لحدوث شيء ما، إضافة لأن من كان يتواجد في هذه الغرفة من المصنفين خطرين بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، لأن ثلاثة منهم على الأقل حاولوا الهروب من هذا السجن قبل 7 سنوات، حفروا نفقا بطول 4 متر. على كل حال أحمد، ما جرى يشكل صدمة بالفعل للأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولمصلحة السجون الإسرائيلية. شكرا أحمد. إلى عميد الآن في جنين، حيث يتم الحديث عميد عن توجه أسيرين إلى مدينة جنين. كيف يبدو الوضع في المدينة وماذا عن المواقف السياسية والشعبية؟ حدثنا أكثر عنها. ريم، قبل قليل انتهت مسيرة من هنا من مدينة جنين، خرجت من مخيم جنين بالمئات بعد صلاة المغرب. كان هناك دعوات في سماعات المساجد من النشطاء في مخيم جنين للتوجه في مسيرة في شوارع مدينة جنين، مسيرة يمكننا القول عنها أنها مسيرة فرح وخوف في نفس الوقت. خرج الناس من مخيم جنين فرحا بهروب 6 أسرى من سجن جلبوع، كلهم من قرى مدينة جنين، وأسير من مخيم جنين وهو زكريا زبيدي من حركة فتح، والبقية من حركة الجهاد الإسلامي من قرى مدينة جنين. المئات خرجوا في مظاهرة وخائفون فعليا، هم فرحون بالهروب ولكنهم خائفون على مصير الأسرى 6. لذلك كان هناك مطالبات من قيادات فلسطينية في حركتي فتح والجهاد الإسلامي من مخيم جنين بتوفير حاضنة شعبية لحماية هؤلاء الأسرى وضمان عدم عودتهم مرة أخرى إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي. المواقف الشعبية هنا، كان هنا احتفالات كبيرة هنا في مدينة جنين ومخيمها، إطلاق نار ابتهاجا بهذه العملية، بعملية الهروب من سجن جلبوع. فرحة كبيرة لدى عائلات الأسرى الذين هربوا، زيارات وتوزيع حلوى في جميع شوارع مدينة جنين. والآن توجهت المسيرة قبل قليل إلى بيت زكريا زبيدي القيادي في كتاب شهداء الأقصى، وهو من حركة فتح أحد الفارين مع الأسرى 5 الآخرين. على المستوى السياسي أو المستوى الرسمي الفلسطيني لا يوجد أي تعقيب، إلا إذا يمكننا اعتبار تعقيب هيئة شؤون الأسرى والأسرى والمحررين الفلسطينية التي حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى 6، وقالت إن طريقة مطاردتهم تعني أنه ربما يتم بما معناه ربما يتم تصفيتهم، لأن ما حذرت منه وطالبت الصليب الأحمر بالتوجه إلى سجن جلبوع خوفا من عمليات انتقام من بقية الأسرى، وهو ما قالته هيئة الأسرى في آخر تحديثاتها أنها من خلال رصدها وتواصلها مع الأسرى حتى في بقية السجون الإسرائيلية. قالت إنه في بعض إدارة السجون، امتنعت إدارة السجون عن توزيع وجبات الطعام على الأسرى، وهناك عمليات تحقيق ونقل وتحريكات واسعة لأسرى حركة الجهاد الإسلامي وتحقيقات مع قيادات الجهاد الإسلامي داخل السجون. الشارع الفلسطيني بشكل عام في حالة ترقب، في حالة انتظار، في حالة خوف وفرح، كل الأمور ممزوجة مع بعضها، وهذا ما يمكن سماعه ولمسه من أهالي الأسرى ومن الشارع الفلسطيني بشكل عام. كل حتى الذين يوزعون الحلوى يقولون أو يتمنون أن فعليا أن يتم نجاة هؤلاء الأسرى 6، وخصوصا أنه هناك تجارب سابقة مع فلسطينيين طوردوا داخل الضفة الغربية، منطقة أمنية ضعيفة جدا ولم يصمدوا كثيرا داخل الضفة الغربية. هذه منطقة تختلف تماما عن قطاع غزة، تختلف عن أي بقعة جغرافية أخرى هنا في فلسطين بسبب سيطرة كاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية على الضفة الغربية، ناهيك عن التنسيق الأمني الذي يحتم تنسيق الجهود الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبالتالي هذا تحدي كبير فعليا على الساحة الفلسطينية الآن، وخصوصا أن من بين الأسرى أسير قيادي في حركة فتح التي وهي الحركة فعليا الحزب الحاكم في الضفة الغربية. هناك من قال أن هذا امتحان كبير للسلطة الفلسطينية الآن في عملية الهروب هذه التي رحب فيها الجميع من جميع الفصائل الفلسطينية، سواء كانت فتح أو حماس أو الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها من فصائل اليسار الفلسطيني. حالة ترقب ريمة وانتظار ما الذي سوف يحصل بعد هروب هؤلاء الأسرى. حاليا مدينة جنين ومخيمها يعيشون مرحلة قلق، الكثير من الناس هنا ينتظرون، ربما سيتم هنا الليلة اقتحام من جيش الاحتلال لبيوت عائلات هؤلاء الأسرى، وربما لا يتم، الأمور غير واضحة لغاية الآن، ولكن نحن موجودون في مدينة جنين ونوافيكم أولا بأول ما الذي كما قلت عميد، لخص لنا الوضع بأنه حالة ترقب في صفوف الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك من جنين مراسلنا عميد شحادي، ومن أمام سجن جلبوع غرب مدينة بيسان مراسلنا أحمد جردت.